السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار غادي نقدموا واحد الحلقة اللي في الحقيقة هي منفردة، وهي أهمية معرفة لغة الجسد ديال الأرنب في الكشف المبكر عن مرضه قبل فوات الأوان. إذا غالبا ما يعاني الأرنب من الألم المصاحب للمرض مما يجعله يقوم بتصرفات أو سلوكات أو وضعيات، يعني أنا حاولت أنني نجمعها ونلخصها لكم في هذه النقط. أولا، أول حاجة أن الأرنب الأكل دياله كيقل، يعني مع عدم تناول الأطعمة يعني كلها، يعني كيولي كيفضل ماكلة على ماكلة. كتولي مثلا هو كان كياكل مثلا الخبز الجاف كتعطيه له، ما كيبغيش ياكله كتعطيه مثلا الفصة كياكلها، كيولي كيفضل اكل على اكل. تما راه بادي ما بقاش نورمال، يعني هذيك البدايه ديال البدايات ديال المرض ديالو. كاين الفقدان ديال الشهيه، كيولي عنده الماكله ناقصه، وكذلك كيتوقف عن شرب الماء، وهذا امر خطير. ملي نشوفو توقف على شرب الماء، يعني كتعطيه الماء مثلا في شي طاسه بحال هكا، كتحس بالماء ما كينقش، يعني الأرنب ما كيشربش الماء بشكل يعني مداوم وبشكل طبيعي، يعني كيبان لكم باللي هو تبدل ما بقاش كيما كان. إذن هاد التوقف ديال شرب الماء اسمو كينتج عليه أنه يمكن أن يتوقف عن طرح الفضلات، وهذا صافي، يعني الأرنب ما كيبقاش هو هذا، كيولي خطر انه من الاحسن غير تخلصوا منه. ان الا مشات توقف على شرب المياه وجه الامساك صافي، ما كيكونش يعني ما كيكونش غادي في حاله طبيعيه. هذا من جهه. كاين ثانيا، كاين ان الارنب يعزل نفسه في زاويه من زوايا القفص لمده طويله بلا حركه، يعني كيبان لك باللي هو مفروز على القطيع وما وغي بحال اللي مقرمص، حنا كنقولوا مقرمص، يعني مجموع في واحد الجهه، هذيك حتى هي كيكونوا البدايه ديال المرض. ثالثا، تكون حركته قليله، وما كيبقاش يتميز بالحيويه والجري. يعني الارنب كما كتشوفوا انتم، يعني حليت عليه هذا الكاش كتحس به كيجري تبارك الله، كيتحرك، المهم ماشي راكد، يعني كتحس به حيوي. هذا من جهه. كاين رابعا، يصبح ظهره متصلب ويرفعه للاعلى وكانه يحس بالبرد، يعني كيقوس ظهره، حنا كنقولوا كيقوس ظهره، وكتحس به بحال اللي بردان، مبراد، حنا كنقولوا مبراد، يعني كيكون كيقوس ظهره، وديك الشعر ديالو، ديك الزغب ديالو كيوقف تما، راه بادي المرض. اذا خامسا، وهذه الحالة خطيرة في الحقيقة، وهي أن يبقى رأس الأرنب مرفوعا إلى الأعلى، يعني إلى الغاية، يعني ماشي غير مرفوع، لا كيولي باغي يعني الرأس ديالو ما قدرش، الرقبة ديالو ديما مرفوعة إلى السماء وممددة. وهذا كيدل على أنه ما قدرش يتنفس، وكيحاول أنه يرفع راس ديالو للسماء وباش يتنفس. اذا هذه حاله خطيره هي، تما راه بديه المرض. سادسا، يبقي الارنب عيونه مسدوده او نصف مسدوده، وكانه يصيبه الاعياء، كيبان لك في العين ديالو انه عيان، يعني وتعبان، يعني حاس براسو ماشي هو هذاك. وهناك حال بعض الحالات يمكن ان تنتفخ فيها العينين من الجوانب، يعني الجوانب ديالو، يعني في هذه الجهه هنايا منا، يعني الاكثريه هنا في هذه الجهه كتنفخ له عينه، كيبان لك باللي العينين ديالو، وماشي غير عين وحده، كيتنفخوا له بجوج العينين ديالو. اذا كاينه سادسا،
أو سابعا يبقى الأرنب منشورا في القفص أو على الأرض. الناس اللي دايرين القفص كيلاحظوها والناس اللي دايرين الأرض كيلاحظوها أن الأرنب كيتنشر يعني ماشي نحن نقولوا بحال دابا هاد الأرنبة هي منشورة ولكن غير غنوصل حداها غادي تنوض. لا كاين واحد النوع من الأرانب كيبقى مدة طويلة وهو منشور يعني صافي ممدد ومنشور هذاك حتى هو ملي كتقرب حداه ماشي كينوض بسرعة وكيبين لك باللي راه هو واقف لا بحر الله كي 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 بحال نقولوا عكزان باش ينوض. هذا كيكون بديه المرض. ثامنا ممكن ايضا ان يبدا الارنب في العرج يعني كيبقى يعرج وكتولي عنده واحد الصلابه في المشي يعني ماشي 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 مطلوق لا كتولي عنده واحد بحال نقولوا مشلول من رجلو بحال النصف الخلفي ديالو الجسم ديالو كتحس به مشلول. هو ماشي مشلول هو راه تما بديه المرض. اذا هذا من جهه. كاين تاسعا انه كيبدا يحك الاسنان ديالو يعني بصوت مرتفع ماشي مع القفص ولكن هو كيبقى الفك العلوي مع الفك السفلي كيبقى يحكهم بواحد الطريقه يعني مسموعه كتبقى تسمع واحد الصوت يعني مزعج وهذا كيدل على انه عنده شي مغص في البطن ديالو. ملي كيكون عنده المغص في البطن ديالو كيدير هذاك الصوت كيبقى يحك ما بين سنانه هذا تاهو كيكون راه بديه شي نوع من المرض في الجهاز الهضمي ديالو. كاين عاشرا كاين كيبقى يتنفس الارنب بسرعه كبيره وحنا ملي كنشوفوه كيتنفس بسرعه كبيره كيكون في فصل الصيف لان كيكون الحراره كتغلبو كيبقى يتنفس بسرعه. اما حنا نقولوا الايامات العاديه يعني بحال هذه الوقيته هذه وتلقاوه كيتنفس بزاف عرفوا باللي راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. كاين قضيه اخرى انه كيبقى يرجف ملي تشوفوه كيرجف عرفوا باللي راه درجه الحراره ديالو راها مرتفعه يعني خاص تشوفوا سمو النوع ديال المرض اللي عنده. كاين رقم 11 وهي كيبقى يخدش في الاسلاك ديال القفص يعني وكيبقى كينتف مناطق من الشعر ديال الجسم ديالو تما عاود راه تما بديه شي مرض. يعني ملي تشوفوا هاد التغيرات عرفوا بلي راه كاين تمايا شي حاجه ماشي نورمال. كاين رقم 12 وهي كنقطه اخيره كتحس بالارنب غير مهتم بك. كيفاش غير مهتم بك؟ يعني ما مهتمش بالوجود ديالك او القطيع باكمله كتحس به انه واخا تلمسو بحال دابا حنا نقولوا هذا الارنب هذا الا مشيت حتى قربت قدامه شوف انه كيحس بيا انت. كاين واحد النوع انت واخا كدير له هكا كتحس به باللي هو ما عاطيكش وقت وكاع الارانب اللي دايره به واخا انه كتبغي تقدم الاكل مثلا كتحس بهم هما كيجريو عند الاكل هو كتحس به بحال يلاه كيتمشى وكيمشي عند الاكل كتلقاه كيمشي عند الاكل بحال دابا انا حطيت له الاكل يمشي له بسرعه. اما هذاك الارنب اللي كيكون بديه المرض بحال يلاه كيتمشى باش يوصل لهذاك الاكل يعني واخا تبغي تقيسو بحال هكا ما يهرب منك ما يديرش هذه الحركه اللي راني كندير مع هذا الارنب دابا بحال هكا ما يديرهاش ما يعطينيش كاع وقت يعني كيقول لك انا راني فيا شي حاجه ما بالدارجه ديالنا كيقول لك ما مسوقش يعني راه كيقول لك راني فيا شي حاجه ماشي هي هذيك راني مريض او راني فيا شي حاجه. اذا انتم كما كتشوفوا انا كنتعامل مع هاد الارنب بواحد الطريقه في شكل هو دابا ولف انني يوميا كندير له هاد المداعبات هكا مره داعبوا الارانب ديالكم هكا راه دابا كيتسناني انني نداعبو انتم ما هرب ما والو هو كيتسناني انني ندير له هاد الحركات هذا راه بحال لي ماساج نقولوا او شوف هو كيعطيني راسو وكيستحلى انني نقيس له في عينيه شو مسكين انتم هو كيعطيني هاد الحركات كنديرهم له يوميا ولفتو وشوف دابا سمورا سبحان الله انتم شوف بحال راه هو كيعطيني
باش ندير له هذه الحركات. اذا مره من داعبوا الاناني ديالكم هكا. اذا الحلقه ديالنا كما لاحظتوا راه مفيده بزاف، يعني من البوادر ديال الامراض اللي كتكون ما تخليوش المرض حتى يسرح في الارنب عاد داويوه. لا، منين تشوفوا في الصباح تنوضوا طلعوا على القطيع ديالكم، منين تشوفوا شي حركه من هذه الحركات اللي قلت لكم دارها الارنب، عرفوا بلي راه فيه شي حاجه، راه مريض مسكين وخصو العنايه. انتم هذا كتشوفوا بلي هو عاطيني هذا، دابا تبارك الله راه كان كيجري وانايا كنقول راه مزيان، ولكن مره كنداعبو وهو سبحان الله هو كيعطيني راسو هكا باش نداعبو. انتم دانا يا يعني عزيز عليا هذا شانشيلا، راه ذكر هذا يعني راه عزيز عليا بزاف. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنتمنى انها تكون فادتكم هاد النقاط اللي عطيتكم. الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.